ليس هناك تحد أكبر من تحسين ذاتك وتطويرها. تصرف كما لو إنه من المستحيل أن تفشل. إذا كنت تستطيع تخيل صورة ما، فذلك يعني إنه يمكنك أن تجعلها واقعا. وإذا كنت تستطيع أن تحلم، فهذا يعني إنك تستطيع تحقيق حلمك. المنافسة الحقيقية دائما ما تكون بين ما تقوم بعمله وما أنت قادر على عمله. فالسر في ذلك هو أن تقيس نفسك مع نفسك وليس مع أي شخص آخر. النجاح يجذب النجاح، ليس هناك مفر من هذا القانون الكوني العظيم. فإن رغبت في جذب النجاح فاحرص على تحقيق جزء منه، سواء كنت طالبا أو عاملا أو حتى أميرا. النضال من أجل التميز هو ما يحفزك. لا أحد يحتكر النجاح لنفسه، فالنجاح ملك لمن يدفع الثمن. إننا نصنع مصائرنا، إننا نصبح ما نفعله. ابتعد عن الأشخاص الذين يحاولون التقليل من شأن طموحاتك، فصغار الشأن دائما ما يفعلون ذلك، ولكن العظماء حقا يجعلونك تشعر أنت أيضا يمكن أن تصبح عظيما. لكي تطور ثقتك بنفسك يجب عليك أن تطور قدراتك، ثم تطور طريقتك في استخدام هذه القدرات. لا تخشى التنازل عما هو جيد للحصول على ما هو رائع. ليس هناك شخص عظيم يشكو من نقص الفرص. العالم بأسره يتنحى جانبا ليفسح الطريق للإنسان الذي يعرف تماما إلى أين يتوجه. افعل الشيء الصحيح في الوقت الصحيح بالطريقة الصحيحة لتتميز.